قناة الأستاذ نفوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية، كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيد المرسلين. إنه من نوافل الكلم أن يتم الشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد لعقد هذا اللقاء المبارك بهذه المدينة الزاهرة، مدينة فاس التي أقول عنها العالمة لأنها موطن جامعة القرويين. مدينة فاس الزاهرة التي انطلق فيها أول عين عرش في تاريخ المغرب. وهكذا فإن موضوعي عنوته بالاحتفال بعيد العرش كترسيخ لثوابت الأمة المغربية. وإنه إن أردنا أن نتكلم عن هذه الثوابت المرتبطة بتاريخ المغرب، نرجع إلى الخطاب الملكي السامي الذي ورد بمناسبة عينه مستمراً منذ فترات سابقة إلى اليوم، ونجده يتأكد كذلك في أول خطاب للعرش عندما نجد هذه العناصر الأساسية التي هي تاريخنا الحافل المشترك، المقومات الحضارية، القيم التي يسخر بها ديننا الحنيف، الوسطية والاعتدال، السماحة والانفتاح، الدعوة الدائمة إلى السلم، ثم حفظ الحقوق. وهذه عناصر أساسية تشكل منهاجا أساسيا لمنظومة العرش المغربي، وهذا غير موجود في جميع الدول، حيث تجد دولة تهتم بجانب دون آخر. ولكن نحن في المغرب ولله الحمد منذ عهد الأدارسة لدينا هذا التوجه الذي يسير به خدام العرش العلوي المجيد لحد وقت الحاضر. وهكذا سأتكلم في موضوع هذا عن ثلاثة عناصر أساسية تكلم أخي سابقا عن بعض منها، وهي الثوابت الأساسية والمقدسات الوطنية، ثم بعض مواقف السلاطين المغاربة خلال عصر الحديث، وبعض مواقف السلاطين المغاربة خلال الفترة المعاصرة. لكن أعطي أمثلة ملموسة عن هذا الواقع، إنه من الناحية العلمية لا نريد هكذا أن نتكلم عن منظومة دون إعطاء أشياء ملموسة بشأنها. وهكذا فإنه إن أردنا أن نتوقف عند الثوابت والمقدسات الوطنية، فإنها قد تظهر من خلال عدة عناصر، من بينها إمارة المؤمنين التي تحدث عنها أخي في محمد المراني سابقا، ثم الوحدة الترابية، ثم المذهب المالكي. سيتكلم عن إمارة المؤمنين نربطها كذلك بنظام البيعة أو منظومة البيعة، وهذه عناصر متكاملة فيما بينها بصفة عامة وخاصة. فإذا توقفنا عند إمارة المؤمنين سنجد أول خطاب لبطل التحرير محمد الخامس طيب الله ترى حين رجع من المنفى سيقول: وهكذا ستبقى علائقنا مستمرة علائق الأب مع أبنائه. إذن إمارة المؤمنين ترتبط بعلاقة أبوة مع المواطن المغربي طيلة فترات تاريخه منذ هذه المرحلة إلى الوقت الحاضر. بنجد هذا كذلك مستمرا مع حفلات عيد العرش التي تمتلئ منذ أول احتفال كان سنة 34 بمدينة فاس، ثم انتقالها سنة 55 بعد رجوع محمد الخامس من المنفى، ثم فيما بعد على عبد الحسن الثاني طيب الله وطراه، ثم فيما بعد على يد الملك محمد السادس بطبيعة الحال، حيث أنها تستمر هذه المنظومة لحد اليوم. إذن هذا الاستمرار بطبيعة الحال هو الذي نجده في بعض الخطب، من بينها هذا الخطاب الذي ألقي كخطبة جمعة من طرف بطل التحرير محمد الخامس طيب الله وطراه في مسجد حسان، حين قال: أيها الناس إن الله أنعم عليكم بدين الإسلام فبعروته الوثقى تمسكوا وأسعدكم بمحمد عليه السلام فسبيل ملته اسلكوا. إذا معنى هذا أنه كان هناك إمارة من حاضرة في هذا المجال الديني، أي ترتبط بهذا الإطار الذي هو إمارة المؤمنين في حضور الملك محمد الخامس طيب الله وطراه كإمام للمسلمين في مسجد حسان.
والصورة أبلغ من التعبير كما تلاحظون، وهو يؤدي صلاة الجمعة بمسجد حسان. هناك مسألة أخرى، أن محمد الخامس طيب الله تعالى لم يتوقف عند الحديث عن الإسلام في داخل المغرب بل حتى في خارجه، فحين ذهب إلى الأمم المتحدة في أول خطاب له قال: وإذا كانت دولتنا تمتاز بأنها دولة فتية فإنها في نفس الوقت تمثل أمة عتيقة متشبثة بعقائدها الدينية وقيم الإسلام الروحية، تلك القيم التي هي أسس حضارة شديدة الحرص على السلم والعدالة والمساواة. إذن إن لم يقل هذا في داخل المغرب فقد قالوا كذلك في خارج المغرب في الأمم المتحدة. إضافة إلى هذا، أنه سنجد أن المحافظة على وحدة التراب والنقطة التالية في إطار إمارة المؤمنين، إذن هذه المحافظة على الوحدة الترابية كانت منذ عهد الأدارسة، فقد عمل الأدارسة على المحافظة على الوحدة التراب الوطني، بدليل أنه تم تعيين بعض العمال على الأقاليم الجنوبية، وهو عبد الله بن إدريس الذي عين واليا على الأقاليم الجنوبية إلى السوس الأقصى وما والاه من بلاد السودان في إطار الجهوية الموسعة التي وضعتها والد جدته كنزة رضي الله عنها، التي كانت والدة المولى إدريس الثاني، التي وزعت بين أبناء المولى إدريس الأول بلاد المغرب وكان ما كان. ثم كانت هناك هذه المحافظة في إطار المعارك التي خاضها المغاربة ضد الأجانب، فمعركة الزلاقة مثلا لم تكن لتكون لولا رغبة ألفونسو السادس في الوصول إلى المغرب، وفي هذا الإطار كان هناك توجه إلى الأندلس لإيقاف هذا الغزو المسيحي الذي كان قد سيغزو المغرب في هذه المرحلة. ودون الإطالة فهناك مراحل متعددة نصل بها إلى مرحلة العلويين حينما كان بطبيعة الحال مواجهة العدوان الأجنبي في إطار المقاومة المسلحة على يد مثلا عبد الكريم الخطابي رحمه الله، أو على يد محمد الزياني، أو على يد أحمد الهيبة، أو على يد الشيخ ماء العينين في الأقاليم الجنوبية. في هذا الإطار نجد كذلك التشبث بالمذهب المالكي، والمذهب المالكي يشكل أساسا للدولة المغربية في إطار منظومة العرش المغربي المجيد. في هذا الإطار نجد هذا الخطاب الذي ألقاه الملك الحسن الثاني طيب الله تعالى في دورة مجلس النواب في أكتوبر 1970 حين يقول: فدين القرآن والإسلام، ولغتنا لغة القرآن، ومذهبنا مذهب الإمام مالك. معنى هذا أن المذهب الإمام مالك كان موجودا في المغرب منذ فترة سابقة، والدليل على ذلك هو هذا المخطوط أمامكم الذي هو كتاب الصيام بالموطى مالك كذلك بن أنس الأصبحي، وذلك برواية يحيى بن يحيى الليثي، وهذا كتبه لخزانة أمير المسلمين وناصر الدين علي بن يوسف بن تاشف. معناه كان منذ عهد المرابطين لدينا المذهب المالكي في المغرب واستمر إلى اليوم. إذن فالمذهب المالكي هو أساس هذا الجانب الذي نتكلم عنه الآن. أنتقل إلى النقطة الثانية، وهي بعض المواقف للسلاطين المغاربة منذ العصر الحديث. من بين هذه المواقف العمل على تحصين المغرب، فقد قام السلطان مولاي إسماعيل بتحصينات مهمة وكذلك إقامة مجموعة من القصبات لمواجهة أي عدوان أجنبي، هذه من جهة. من جهة ثانية تلاحظونها ويخرج في هذه الصورة ابن باب منصور العلج للقيام بإحدى تحركات نحو أقاليم المملكة الجنوبية أو الشرقية أو غيرها من الجهات الأخرى لتثبيت دعائم الدولة. وفي هذا الإطار نجد أنه سيسترجع عدة طهور، ومن بين هذه الخطوط أمامكم على ذلك، إذا العديد من الأقاليم المناطق أو المدن التي كانت محتلة من طرف الإسبان أو البرتغال استرجعها في هذه المرحلة، كذلك سيسترجع كما تلاحظون العرائش، ثم سيسترجع طنجة، ثم سيسترجع المهدية مثل ما ذكرنا، ثم سيسترجع باديس التي كانت تحت النفوذ الإسباني، ثم سيسترجع تغرى أصيلة، وسيقوم كذلك السمح بن عبد الله وهو حفيده برد الهجوم الذي كان فرنسيا على سلاتهم العرائش فيما بعد. بعد أن بطبيعة الحال أن سياسة الدولة المغربية كانت تقوم على أساس المحافظة على الوحدة الترابية والمحافظة على كيان الوطن،
عبر مراحل تاريخه، سواء في المراحل الأولى أو في المراحل اللاحقة. كذلك ستجد أنه سيتم حصار سبتة. قد يقول قائل إن المغاربة فرطوا في سبتة أو شيء من هذا القبيل، فهنا أشير أنه في عام 1600 أن أمر إسماعيل أمر الباشا علي بن عبد الرحمن الريفي والقائد كذا بالنهوض لحصار سبتة، معنى حصرها لمدة طويلة لولا تدخل الشرق الجهة الشرقية، ودعموا أحد الأبناء أمر إسماعيل ليطول ضده في مراكش فكان ما كان. إذا كان دائما يأتينا الشر من الجهات الشرقية، وأقول دائما في محاضراتي لأن الشرق إذا حدث القاف تجد الشر، والمشرق إذا حدث القاف لا يحدث أي شيء، يحدث مشكل. المشرق لا معنى له، ولكن الشرق تحدث القاف يلقى الشر. إذا دائما كان هذا وهو سبب عدم استرجاعنا لستة، وهم عدم استرجاعنا لمليليا. إذا رجعنا إلى ما كتبه أحد الإسبان مؤخرا حول استرجاع مليليا، نجد بأن أحد دولة الجزائر قام بإخبار الإسبان بأن المغاربة يحاولون استرجاع مليليا اتفاق مع الإسبان أنفسهم. وهكذا ستجد أن السلطان صباح بن عبد الله سيسترجع مدينة الجديدة باستعمال وسائل حربية جديدة متطورة. معنى أن السلاطين المغاربة كانوا دائما يفكرون في حماية التراب الوطني، ولكن باستعمال وسائل متطورة حربية مهمة جدا في هذا المجال. إضافة إلى هذا سنجد الزيارات التي كان يقوم بها السلاطين المغاربة للأقاليم الجنوبية أو جهات أخرى لتتبع أحوال المواطنين في هذه المناطق أو تلك، ودرء الأخطار الأجنبية. فتجد السلطان بن إسماعيل وصل إلى الأقاليم الجنوبية، وكذلك نجد السلطان صباح بن عبد الله بعث ب45,000 جندي إلى الأقاليم الجنوبية. لماذا؟ من أجل عمارة السبل وتأمين البلاد وحماية الثغور. إذا هناك مجموعة من الأهداف الأساسية لذهاب الجنود إلى هذه المناطق. بل نجد أكثر من هذا، أن السلاطين المغاربة كانوا يقومون أحيانا ضد قيام الأجانب بضم تراب مغربي إلى جهات أجنبية. وفي هذا الإطار نجد السلطان عبد الرحمن بعث بهذه الرسالة إلى طالب بوسلهام بن علي حين يقول إنهم أضافوها لإيالة الترك وهي البيض والشلالات والمصغمون، فكيف تكون القبائل في محسوبة من إيالتنا وقصور مؤملكة من إيالة الترك؟ معنى هذا أن السلاطين كانوا يطورون أحيانا ضد ما تقوم به سلطات الحماية أو سلطات الفرنسية من ضم الأراضي المغربية إلى إيالة الترك، أي إلى مجاورة من جهة الشرق. إضافة إلى هذا أنه بالنسبة للسلطان أولي الحسن كان يؤكد بأن وادي الذهب الذي بحث في أعراب وادي النحل، فأخبروا أن هذا المحل بناحية الدليم وقبيلة تسمى بالعروسيين هم الذين هم بخدمتنا الشريفة. معنى هذا أن ما يقال عن كون هذه المنطقة الجنوبية هي جزء ليس من التراب الوطني فهذا يؤكد ذلك بشهادة السلاطين المغاربة منذ فترة سابقة. بنجد هذا الظهير أو هذه الرسالة التي بعثها السلطان ولي عبد العزيز حين يتكلم هنا عن بوجدور، رأس بوجدور السنوات التي حدث بها أحد شيئا، رأس بوجدور موجود في جنوب المغرب. كذلك نجد إلى عهد السلطان بني حفيظ لما كون المغرب كان آنذاك قريبا من التعرض للانحلال، قريب من التعرض للحماية سنة 1912، كان آنذاك بالرغم من ذلك كان دائما يتشبث بالوحدة الترابية المغربية. أخيرا هناك بعض المواقف في الفترة المعاصرة أنه رغم تقسيم المغرب إلى هذه الأقسام التي تلاحظونها في هذه الخريطة، فإن السلطان محمد بن يوسف رحمه الله كان في هذه المرحلة يقول إننا نشعر بعد هذا البيان أن كل ما قمنا به وحققناه سيظل عملا ناقصا وجهدا فاشلا ما دام تراب وطننا مفكك الأوصال مبعثر الأجزاء. هذا يدل على أن المغرب كان يطالب باسترجاع أراضيه ليس في سنة 75 مثل ما يتوهم الأميون. هناك عدد من الأميين يقولون المغرب لم يطالب إلا في سنة 75 بسبب ما كان في المغرب من مشاكل وما كان من شيء من هذا القبيل، لأن حتى الطغمة الموجودة الآن في تندوف هذه لم تظهر إلا بعد 73، إذا المغرب كان موجود في هذه المناطق في فترات سابقة. وحينما بدأ المغرب يسترجع أراضيه بطريقة تدريجية وصفنا بأنها دولة مستعمرة. هذا نوع من الخطأ الكبير، هذا يدل على أن الأميين خصوصا حينما تجد رئيس دولة مثلا
أو تجد وزيرا للخارجية لدولة ما يتكلم عن كون المغرب دولة مستعمرة، ما هي حجته؟ ألا هي حجة على ذلك؟ إذا كيف ما كان الحال؟ نجد هذا الخطاب هو نفسه عندما قام بطل التحرير محمد الخامس طيب الله تعالى بتوقيع اتفاق مع إسبانيا في مدريد، يقول إن الاستقلال الذي حرفناه بعد كفاح طويل يجعلنا الآن أمام واجب مقدس وهو استعمال توحيد الأراضي المغربية. إذا معنى هذا أن المغرب كان ما زال دائما يتطلب يطلب استرجاع أراضي واستكمال وحدته الترابية، بل نجد هذا في خطاب محمد الغزالي الذي يعلمه الجميع منكم حينما كان محمد الخامس رحمه الله يطالب دائما باسترجاع هذه الأراضي الجنوبية، وكذلك حين قام الملك الحسن الثاني طيب الله تعالى في مؤتمر بلغراد حين قال حيث تستمر إسبانيا في احتلال جهات كاملة في جنوب بلادنا، الساقية الحمراء يفني ريو دو أورو كما تحتل قطاعات في شمال بلاكاتينا. إذن يدقق في هذا، يدقق هذه المناطق التي كانت محتلة من طرف العدو الإسباني. بل نجد المغرب في الأمم المتحدة طالب عدة مرات، وهنا خلط هؤلاء الخصوم في وحدة الترابية بين بتقرير المصير وما كان يطالب به المغرب. المغرب كان يطالب في المراحل السابقة بتقرير المصير من أجل استرجاع الأراضي، تقرير مصيرها من يد الإسبان، حتى أصبحنا يقال لنا الحسن قرر المصير، وماذا قرر مصير أراضينا؟ هذا الحدق. لذلك عليهم أن يقرروا على الأقل مصير بلادهم هم بعد أول المنطقة الآن التي قبائل الأقل يقرر مصيرها، ثم يقرروا آنذاك قبائل حين يقول الشعب الصحراوي يقرر جميع الشعب الصحراوي في العالم الإسلامي كله من الجزيرة العربية إلى المحيط الأطلسي حتى يقرروا حتى يقرروا مصيره والشعب الصحراوي كله شعب صحراوي. على بالي ليبيا ما فيها صحراء، تونس اللي فيها صحراء، الجزائر فيها صحراء، المملكة السعودية بنفسها فيها صحراء. إذا نريد نقرر الشعب الصحراوي نقرر الشعب جميع الشعوب الصحراوية من الشرق إلى الغرب. إضافة إلى هذا نجد خطاب العرش في يوز سنة 2000 الصحراء المغربية هي القضية الأولى للمغرب، نجدد التزامنا باستكمال وحدتنا الترابية، معناه أن هناك الاستمرار في هذا المجال الذي بطبيعة الحال تمثله خطب العرش منذ مراحل سابقة إلى اليوم. بل نجد أن خطب العرش وكذلك الذكرى الأربعين المسيرة الخضراء مثلا نجد هناك الحد على استمرار التنمية في الأقاليم الجنوبية، وهذا جانب مهم من الجوانب الأساسية التي تقوم بها مؤسسة العرش المغربي. إن كانت تقوم بإمارة المؤمنين والبيعة واستمرار كذا واستمرار كذا، فهي تستمر مع التنمية الشاملة وكذلك البرامج التنموية ليس فقط للأقاليم الجنوبية ولكن لجميع الجهات المغربية، والتي بطبيعة الحال نفتخر ونعتز بها، وخاصة حينما نجد الزيارات الملكية للأقاليم الجنوبية. هناك الزيارة الملكية لمدينة العلوم سنة 2015 والتي تؤكد حضور العرش في هذه المنطقة الجنوبية من المغرب.